عمار لحوم. انا ابو عمار. لك يا اخي انت كيف ما عملت هذا الشيء؟ عم اقول لك انت ابو عمار نبكي. معك. انا ابو عمار مرحبا. انا معك شنكوع الهزاز من الشام. لك اخي شو صار معك مشان طير النهر؟ يستر على اختك ها؟ انطرك يومين ثلاثة. ايش وعدوا؟ لا تنساني ها؟ مع السلامة. لا اخي لا انا ما بفهم هذا الشيء يستر على اختك لا. الله معك. استاذ؟ نعم انت عم تحكي ولا وين؟ وين بدي احكي يعني ابن الشام؟ كذاب انت كنت عم تحكي مع ابو عمار. ليش انت بتعرفه لابو عمار؟ ما انا ما بعرفه بس بعرف انه من النبك. اخي انا ما دخلني. حماتك قالت لي احكي عن النبك. قمت حكيت انا وبعدين قلت لها بدي زعل الاستاذ مروان. قالت لي انفلي. انا انفلي؟ لك عن هي شو فارقه معها؟ مين عم يدفع فواتير؟ مروان شو معناته هالحكي؟ اسكتي انت ندى انت ما بتعرفي شيء. سامر ماما؟ حاضر. تعال بدنا نضب اغراضنا ونحرق نحن. لا امي ما بتحردي واذا حنتي بزت حالي انا حالي كلمه سوا من البلكون. بدي احرد شو جاييني انا من هالقعده بهالبيت غير وجع الراس؟ ما في كرامه انت؟ بلا امي فيني كرامه بس عم استنى مباراه تطلع بالتلفزيون بين وحده والكرامه. مباراه شو؟ كره قدم امي. سمعان مسيو بكري عجب المباراه بالشام بالنص علينا انت الثاني سمعان. ويجوز بالنبك مشان هيك اخذ ابو عمار. يا علينا انا فين وانتو فين؟ معقول انت الثاني معقول مباراه بالنبك؟ قليلة لجوزة كيسكا مروان بدي لك امي اسكت. سلميلي على امك وقولي لها سكتت. بسلم عليك وبقلك سكت. ما رح ارد. طير ابيض طير مرقع طير ابيض طير مرقع. يا عيني عليك يا روكي يا عيني عليك. لك عمي انا بعجبك. روح يا روكي الله يبعث لك بنت بالحلال اللي صرت قلبك وخاطرك. يا ويلي 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 يا مو على بنا عم ندور علينا طير يا لا لقيته لقيته وبعدين ضيعته. خلاص خلاص اذا سيحة دوره لك موت. وينك موت تطلعي طلب طلع النهر كل طلعي مهاطي في حرام من الصوب. وين بدي طلع على نطلع النهر خبط وين المرة لا تحكي مع عمي بهي طريقة بنوبة فت وين أغلى لأني شايف أغلى شايف عمّا قدامي عمّا قلت لك مهاطي حرام من الصوب. بس أنا بس أروكي كل يوم بدك تعمل وقتلي ما بكفي مضيع فهمتوا عليك الا انه قلت لي حقه 150 الف هي ما بعد تخطط مش فيك سيدي خلي تخطط مش ضامن لانه حقه 150 الف استاذ مروان افتح لنا الباب اذا تريد ايوه على راسي يا سيدي فهمني كيف حقه 150 الف ابني مخطوط عليك لا تحسب حالك ولازم تقول مين انت؟ انا بكفي زيارة الكوع. يبكفي هتشوف. اي والله مفروض. ولا طول بالك عم. عم طول بالك طول بالك. ايه الله يجبرك خاطره. اول مرة. اول مرة ما حد في حياتي بكفي زيارة الكوع.
صحيح اللي سمعته؟ شو سمعت به؟ مضيع طير حقه 150,000 ليره. ايه ابو صحيح. يعني من وقت يلي بدي استفيد منك بشغله للطيور بتضيع طير حقه 150,000 ليره بتطلبوا هيك هدول؟ تعسي يا عمي وسبكوح تعب طول. خلينا نكمل كلامنا. ايه سيدي؟ قلت لي حقه 150,000 ليره شو بقى؟ اخي الطير انا بدي اخذ من عند جماعه بدهم 100,000 وانا بدي ابيعه لجماعه ب 150,000 بقى انا ناطر باخذ 150,000 مشان رجع اللي اشتريته ب 100,000 وهلا شو هلا لو بدي 100,000 عليه لمين ال 100,000 لك لجماعه انا جماعه اشتريت من عند الطير بدي ارجع له حقه وجبه اخترب بيته طبعا هو انتبه استاذ عفان ايه طول بالك جماعه طول بالك طول بالك استاذ عفان صعب صعب يا اخ صعب بس ما خطر لي ان شاء الله الموضوع
الله لا يعطيك عافية. ريحت هذا السعي خبي. أنا؟ أنت لو ما كشفنا المقلب أنا وقصايفنا بدلنا مع الشرايين. لا صدقوني يا جماعة صدقوني ما خطر لي النوم. بعدين ممكن أن يتشرشح بالبدل. إيه؟ هاي شفت قدامي أنا حمد رب الصبح. ما بيهمنا، اللي بيهمنا نكون ذكي مو غبي. صح. مو بس هيك، إحنا بيهمنا حق الطير. هذا بلندي يعني ما بيطلع سعره أكثر من 100 ليرة، بينما هذاك النهر حقه بتجاوز 150,000 ليرة. هاتك وندو شغلنا شوف الكاتا السابعة تبعك وقلي شلون نرجع هذا الطير لمحله قبل ما ينحسب علينا طير. رشا جيبي لي الموسوعة العربية الثالثة. روحي. حاضر بابا. وليش هي الموسوعة العربية الثالثة؟ ما بدنا نشوف صوت الطير شلون كان حتى نلزقه ونرجعه مثل ما كان قبل ما ينحسب علينا الطير. طول بالك يا عزاز، انت بتعمل واحد اول وجديد. ما مشت اول وجديد، لك انا اللي كنا نبي ناخذه. ما في غيره، هذا روكي. روكي؟ انا اللي كسر ظهري انه انا واحد مثل روكي. لك يضحك علي، لك تصورها انه انا بضحك على كل العالم وروكي البغل يضحك علي. هذا شو معناته؟ انت مو بس تضحك علي، انت بتدوخه. أنا صاير رومانسي زيادة عن اللزوم. أحكي لا تشبع أحكي.